السحور يجمع شيرين وأسطر ملص الشهد المزيد من التفاصيل. امبارح قامت كل من سارة ملص وشيرين بيوتي بالتفاعل بمجموعة من الستوريات على صفحتهم الانستغرام، وكانت شيرين قاعدة بجانب سارة ملص، وهذا الشيء اللي خلى الجمهور يتوقع انه هذا دليل على ارتباط شيرين واسامة. من جهة اخرى فاسامة ظهر من خلال ستورياته هو بده يربي الطف بيته وطلب من جمهوره يختاروا اي التجيب. كرون الاستشعار حضرتهم ورا ابني، حسيتك احلى طلعت، شو رأيكم؟ عارف ايش حسيت الموضوع هيك احلى؟ لا لا حطهم هيك، كأنه شيء انلمي. شوف شو طلع لي هذا الهيل. او ماي جاد قديش كبير، تخيل هيك في ناس هالقد حجمها. واو بحس حلو. انا اسفه على الافكار هاي بس اني صايمه وطالعه، حسيت الموضوع غريب. بس تخيل عن جد هيك في حدا أسرج بهيك. ما شاء الله ديناصور، ديناصورة.